طبعا النني بيحرز اول اهداف منتخب مصر. الحمد لله على السلامه يا نني. ناس كتير طبعا اتكلمت على النني في الفتره الاخيره. ساره محسن اكتر حد اتكلم على النني. النني لعيب مقدم. انا قلت انه الولد ده يمكن حتى من قبل السيزون ده مع الارسنال وهو محتاج انه يراجع نفسه ويعيد حساباته، وبالتالي انه قعدت الحسابات دي جابت نتيجه كويسه جدا. النني السنه دي بيقدم موسم اكتر من رائع مع الارسنال، يعتبر افضل مواسمه مع الارسنال، وانا شايف كمان انه لسه عنده، حتى لو يعني زي ما بتقول بعض التقارير انه احتمال انه يسيب الارسنال ويروح لفرق تانية، لكن انا شايف انه قدرات النني الحقيقيه لسه ما جاتش. يعني النني لسه عنده اكتر من ده. واتمنى بقى انه، وده الاهم، انه النني اللي بشوفه مع الارسنال هو يكون نفس النني اللي بشوفه مع منتخب مصر. عارف ان بيبقى فيه فروق كتير جدا، وخدوا بال حضراتكم انه قصه المنتخبات تختلف جمله وتفصيلا عن قصه الانديه. يعني ممكن جدا 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 مدير فني عنده مشوار ناجح جدا مع اكتر من نادي، مش حتى مع نادي واحد، مع اكتر من نادي، يكون لا يصلح لتدريب منتخب، والعكس الصحيح. ممكن جدا بعض المدربين ما بينجحوش مع الانديه لكن على مستوى المنتخبات بيكون ليهم نجاحات كبيره جدا. التركيبتين مختلفين تماما. فكره انه بيب جوارديولا مثلا واحد من انا بشوفه اهم مدرب أو مدير فني في الوقت الحالي، وبشوف انه اكتر المديرين الفنيين اللي لما بيمسك فريق بيبقى عنده بصمه، يعني بتحس ان في طريقه لعب بيب جوارديولا ايا كانت التشكيله او ايا كان اسم النادي اللي معاه هو بيقدر يفرضها عليهم، وبيقدر يختار اللعيبه اللي يطبقوا ده بشكل كويس جدا حتى ولو ما كانوش من نجوم الصف الاول، بالعكس بيقدمهم كمان عشان يكونوا نجوم صف اول. فبالتالي مش بالضروره اللي بينجح يا ساره مع انديه يبقى بالضروره هينجح مع منتخبات، والعكس الصحيح. ممكن يكون مدرب عنده سي في محترم، حقق بطولات كتير جدا على مستوى الانديه، لكن تركيبه المنتخب تركيبه ثانيه. التجمعات القصيره دي انت في الانديه بيبقى في معايشه لفترات طويله جدا. محمد شريف طبعا بيجيب الهدف الثاني، الحمد لله يعني النهارده الدنيا فاتحه معانا.